مبادره زوينه وكيوعي بها الناس وعلى حساب الكمامه. ايوا كيتعاونوا معنا مزيان كثر خيرهم. ياسي شكرا على هاد الناس، حنا كنأيدوهم وكنشكروهم على هاد اللي كيديروا. خاصهم حنا خاصنا نتعاونوا معاهم، حنا خاص الناس يتعاونوا، خاص شويه الدراري الصغار يتحصروا شويه على هادشي، خاص شويه يتعاونوا الناس. هادشي راه كاين هاد المرض، الله يخافوا علينا بخير، الله النظر بالنظر، الله يخاف هاد الالم. هادشي راه كاين، هاد المرض راه كاينه، ولكن بزاف الناس ما كيديروش، ما كيقولكش راه كاينه، وبزاف الدراري ديال 15 و20 عام ما كيديروش داك الكمامه ديالهم، وما كيديروش ما كيحطموش داك الشيء ديال الكمامه ديالهم، ما عندهم كاع فيس. وهذا الشيء راه كاين، الناس راه مراض، حتى الناس اللي ما عارفينش كيوعوهم، كيقول لهم اودي ها كيفاش ها كيفاش، خصكم تدخلوا وخصكم ديروا الكمامه وخصكم تعطوا اتساع لبعضياتكم، والله يهديهم الله يهدي الناس. المبادره زعما مزيانه، غير خصها تكرر مره مره، فهمتي؟ ما تكونش غير اليوم باش الناس يوعيوا بانه هذا المرض راه كاين، وارتفعات، وكاينين الناس اللي كنعرف في السبيطار، وكاين واحد الانسان اللي كنعرف وتوفى في الرياض السلام غير والبارح. زعما الناس خصهم يتاكدوا بانه هو المرض راه خطيره وكاينه في سوس، وماشي غير في سوس، راه في جميع المناطق دابا. لان كاين واحد الطبقه هنا تتقول لك اودي راه ما كايناش المرض، هاد المرض راه ما كايناش، ولكن بداو الناس سيوعيوا بانه هو المرض كاينه. وتنشكروا هاد السلطه بعدا اللي فرقات لهم هاد الكمامات، وتنشكروهم زعما على التوصيات ديالهم، وشكرا. هاد المبادره هي جد طيبه اللي قامت بها السلطات في اطار بمعيه الطاقم ديال الاعلامي من اجل التحسيس بالحد من وباء كورونا كوفيد 19 اللي كنشوفوا كنلاحظوا في هذه الاونه الاخيره كاين واحد القصور من ناحيه المواطن المغربي والمواطن الاكاديري، خصوصا بان كاين مجموعه ديال الاشياء كتضروش في الدين ديالو، ولكن اليوم كيتضح يوميا يوم بعد يوم بان الوباء والنسبه ديال المصابين اصبحت ترتفع، بالتالي خصنا دي بروكسيون اللي هما شويه بلو اورجون بلو سيريو باش نحاولوا نحدوا منه الجانب، مثلا ما نبقاوش التباعد نحاولوا نحتفظوا عليه. وضع الكمامه كيبان لي بانه الزامي واجباري، بانه هو الوحيد والسبيل الوحيد باننا نقصوا ونحدوا من هذا الوباء، ونتمنوا الشفاء، وان شاء الله نتمنوا الاشهر الجايه تكون هي واحد الاشهر ديال الطمانينه وديال ويرجع الانسان المواطن الحيويه ديالو والنشاط ديالو. ولكن هذا الشيء ما يمكنش يكون وما يمكنش يتخلق الا ما كانش واحد الوعي اللي هو وعي جاد. وشكرا.